ناس تفكر، ناس تفكر بطبيعة يعني بعيشتها برواتبها. هسه احنا انت تحكي الحكومه ملزمه، شو نقول لهم؟ الحكومه ملزمه، يعني متوفره، يعني ما راح يصير عليها مشكله مثل قبل فتره. احنا طلعنا رئيس وزراء سوى هيجي، ترى هذا الشهر ما عنده. لا هذا مو صحيح، هذا كان ارباك للسوق. زين هسه شنو وضعنا هسه؟ الحكومه ملزمه بتنفيذ قانون الموازنه والبرلمان. لا هي ملزمه اوكي، بس عندها فلوس تنطي مع هذا؟ لا ما ندخل الموظف بقلق، ولا المتقاعد بقلق، ولا المشمول بالرعايه بقلق، ولا نقول لهم ماكو بطاقه تموينيه. إذا ساءت الأمور وهي لحد الآن ما البدائل متوفرة، يعني الحكومة مرت بأزمات أخرى. هسه حالياً ماكو مشكلة، بس إذا ساءت الأمور، ساءت الأمور قد نتوقف عن تمويل بعض المشاريع الاستثمارية. وهذا طبعاً يعني أنا أميل إلى التوقف عن الرواتب على حساب المشاريع الاستثمارية، يعني الاستمرار بالاستثمار هو أهم من بند الرواتب. يمكن أن نطلق مجموعة سيناريوهات من ضمنها مثلا اسهم نفطيه، يعني احد البدائل. الحكومه ما اخذت احتياطات هاي الفتره. كانت هناك ثلاثه بدائل، البديل الاول تغيير سعر الصرف، البديل الثاني تاجير رواتب بعض الموظفين، البديل الثالث بيع اسهم نفطيه لمن؟ للعراقيين، الى صناديق التمويل الذاتي. وقرت في مجلس الوزراء، وكان يفترض التسلسل يكون بالعكس، يعني كان اول شيء اسهم نفطيه.